بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين عليهم من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، هنيئا لي ولكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في دخول شهر الله الكريم، شهر رمضان المبارك الذي انتظره النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه كيف يستعدون لياليه، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أول ليلة يشمر مجتهدا في فعل العبادة وكسب الوقت والاجتهاد بين يدي الله سبحانه وتعالى، قائما وذاكرا لله وتاليا للقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر في سنن الترمذي، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله العتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أمته، كان معلما، فما مات إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، وهو يعلم مكانة الصيام، فمما قاله صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي حاجز ومانع، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يأتي بالفعل القبيح أو باللفظ القبيح، فلا يرفث يومه ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرئ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من الرائحة التي تكون في فم الصائم نتيجة عن فضاء بطنه وقلة أكله، فهذه الرائحة التي هي الخلوف أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، لأنه ترك الصيام لله، ترك الطعام لله. وللصائم فرحتان: فرحة يفرحهما إذا أفطر، يفرح بفطره، وإذا لقي ربه يفرح بصومه. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم أو أن هناك 3 دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للجنة 8 أبواب، وأن في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة في شهر رمضان، ومما حث من أنواع الصدقة إفطار الصائمين، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على أن من فطر صائما كان له مثل أجر هذا الصائم، غير أنه لا ينقص الله من أجر الصائم شيئا. فدلالة إفطار الصائمين في شهر رمضان من العبادات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه كان يطعم الصحابة رضوان الله عليهم ويطعم أهل الصفة، وكانوا يجتمعون على الإفطار رضي الله عنهم أجمعين. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن شهر رمضان من أدركه في حياته وهو تائب عابد حاسن ظنه بالله بالله جل في علاه، فإن الله يكون عند حسن ظنه فيدخله الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي.
ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب على صيام رمضان إيمانا، أي تقربا لله سبحانه وتعالى دون رجاء أو دون طمع في أي شيء إلا مرضات الله سبحانه وتعالى، واحتسابا أي انتظارا لما وعد الله به الصائمين. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الرسول صلى الله عليه وسلم صام مع الصحابة رضوان الله عليهم تقريبا 8 أو 9 سنوات، علمهم فيها أن الصيام ليس شهر نوم، أو شهر رمضان ليس شهر نوم أو شهر كسل، بل شهر عبادة وعمل واجتهاد بذل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وبذل صلى الله عليه وسلم في الفتوى وتعليم الناس والقضاء، وبذل صلى الله عليه وسلم تبليغ الدعوة، بل أنه كان يتعبد الله في الليل في قيام الليل. ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه خص في قيام الليل صلاة التراويح، وهي صلاة تؤدى بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر أو قبل دخول صلاة الفجر. صلاة التراويح سميت بذلك لأن الإمام أو المصلي يتروح بين كل ركعتين أي يستريح، فسميت صلاة التراويح. النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول دخل فصلى مع الصحابة الذين كانوا موجودون في المسجد بعد صلاة العشاء، رجع إلى بيته ثم خرج فوجد الصحابة بعضهم باقون في المسجد فصلى، فصلوا معه. فلما كان اليوم الثاني فعل مثل ما فعل بعد صلاة العشاء، دخل بيته ثم خرج فإذا بمجموعة من الناس أكثر ممن كانوا بالأمس، فصلى فصلوا معه. في اليوم الثالث بعد صلاة العشاء لم يخرج، بعد صلاة العشاء رجع إلى بيته ولم يخرج. ظل الصحابة رضوان الله عليهم عددا كبيرا ينتظر خروجه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فلم يخرج، وأخبرهم أنه يخشى إن خرج وأدى الصلاة بهم وصلوا أن يفرض الله عليه على الأمة هذه الصلاة، فخشي على أمته أن يكون عليهم من الصلاة ما قد لا يستطيع بعضهم أن يصليها فيكون قد شق على أمته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شهر رمضان شهرا مباركا علينا وعلى الأمة جمعا، ارزقنا فيه الصيام والقيام، وتقبل منا يا أرحم الراحمين.